السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله معانا سلسله جديده مسمينها كود على المكشوف. السلسله دي ان شاء الله نبدا نشرح فيها شويه توبكس وهنبدا نعمل مع بعض اونلاين كودينج. انا مصطفى علاء وانا احمد حسنين. ان شاء الله في السلسله دي اول حاجه هنبدا بيها هتبقى سكالا اس دي ال سي اند تمبلت، ازاي نعمل السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل باستخدام سكالا، وهنعمل حاجه اسمها تمبلت وهنشوفها مع بعض. تمام، احنا السلسلة دي مكونة او لنا فيها شوية اهداف لازم نحققها. الهدف الاول ان احنا نكرييت سكالا SDLC. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نعملها ان احنا ازاي نسيمبليفاي السكالا بروجكت بوتسترابينج، ازاي بقى عندنا الكومبوننت وازاي نقسمها مع بعض وننشيت جزء جزء مع بعض بحيث انها تكون سهلة، وازاي تبدأ تعمل سكالا بروجكت بشكل سهل. هنتعلم برضو الريليزنج استراتيجي وازاي نقدر نعمل ريليز للبروجكت بتاعنا باستخدام المافن ريليز بلاجين. بالظبط. طيب، في عندنا شويه نوتس هنقولها ان جنرال بشكل سريع. اول واحده فيهم احنا بنستخدم مافن از بيلد تول، بس انت ممكن تستخدم اي حاجه تانية وهتدي نفس الفكره. يعني عايز تستخدم جرادل، تستخدم انت، تستخدم اس بي تي، احنا استخدم مافن عشان يبقى كومون ما بين اي لغه، معظم اللغات يعني. بس احنا هي ملهاش تفصيل سبب معين ليه استخدم مافن، هو اكزامبل بس. تمام. تاني حاجة ان السكالا هنا هو عبارة عن اكزامبل، انت تقدر تأتشيف نفس الستيبس او الاس دي ال سي دي بما ان هي بيلد اون توب اوف مافن، انت تقدر تبنيها مثلا ممكن بالجافا. دي اول نقطة. النقطة التانية، احنا مش متوقعين منك انك انت تكون سكالا اكسبرت، انت هتبدأ تتعلم معانا الخطوات انك انت تكريت البروجكت، وهتقدر ازاي تكتب سيمبل فانكشن سكالا فانكشن فور ذا سيك اوف ذا ديمو وبس. طيب، حاجه كمان احنا ممكن واحنا شغالين بنحاول عشان نشول ستيبس ان احنا نعمل شويه سمول باجز كده عشان نبقى بنشوف ايه المشكله ونحاول نحلها مع بعض. فهي مقصوده ان الكود اوريدي احنا كاتبينه موجود على النت، فاحنا مش عايزين، الهدف ان احنا نعمل ديمونستريت بارت باي بارت. طيب، الفيديو دوت بيركز على اللوكال سيتنجز بتاعتك. في الفيديوهات الجايه هنقدر نتعلم ازاي تكونفيجر السي اي سي دي بتاعك. ان شاء الله هنحاول في فيديو من الفيديوهات الجايه نشرح الجيت هاب اكشنز وتسيت اب البروجكت بتاعك باستخدام الجيت هاب اكشن عشان تقدر تعمل كونتينوس انتجريشن وكونتينوس ديليفري. بس في البروجكت ده زي ما قلنا هنفوكس على اللوكال سيتنجز. احنا متوقعين برضو منكم ان انت لو انت حابب تستفاد معانا من السلسله دي كويس، انك انت تكونفيجر اللابتوب بتاعك وتبدا تشتغل معاه لاين باي لاين. على سبيل المثال، مثلا احنا بنعمل بنأد ستيبس معينه، فانت وقف واعمل ستيبس دي معانا، حصل حاجه ابدا يعني ديسكاس معانا. احنا هدفنا ان احنا ننتر اكت، مش هدفنا ان احنا نشتغل وانت بس بتكون بتتفرج علينا. يعني عشان تقدر تتابع الخطوات دي معانا، انت محتاج حاجتين يكونوا انستولد لوكالي عندك. الحاجه الاولى هي الجافا فيرجن 8، سواء جافا بتاعت اوريكل او سواء الاوبن جي دي كي، الاثنين ايكوالي. الحاجه الثانيه ان انت محتاج مافن فيرجن 3.6 على الاقل فما فوق. طيب، هتعرف ازاي المعلومه دي؟ احنا بسرعه كده، انا عملت هنا جافا داش فيرجن، هيطلع لي هنا الفيرجن اللي بستخدمها 1.8. اوكي، لو عملت ام في ان لو مافن داش فيرجن هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي مافن 3.6.3. نفس الكلام قلت سكالا داش فيرجن هيطلع لك سكالا 2.11.12. اوكي، فده ان جنرال لو انت عايز تفولو السيتنج زي ما هي. تمام. ما تنسوش تتشيك اوت الجيت هاب ريبو بتاعت البروجكت دهوت، هتلاقي فيها كل كوميت موجوده بالتفصيل، هتلاقي الريليزز بتاعتنا موجوده بالتفصيل، هتلاقي منكم شرح تفصيلي زي اللي احنا نشرحه هنا هوت، وكل الخطوات لو انت كعبلت في اي خطوه تقدر ترجع للجيت هاب ريبو وتشوف الخطوه اللي انت وقعت فيها فين ومعموله ازاي وتقارنها. وكمان راجع المقال بتاعنا على جابيليتي.com، هتلاقي فيه تفاصيل وهتلاقي فيه صور وهتلاقي فيه كل البرزنتيشن والفيديو. طيب، حاجه كمان، احنا برضو هدفنا ان يبقى عندنا انتر اكشن ما بيننا وبين الناس المستمعين بتوعنا. فانت لو عندك اي سؤال
في الارتكل ممكن تكتب في الكومنتس بتاعتها بنفضل الارتكلز، لو انت حابب على الفيديو تحت الفيديو اكتبوه، بس احنا بنفضل الارتكلز عشان تبقى الدنيا كونسوليديتد. واي حاجه واي سؤال ان شاء الله نحاول نساعد ونحاول نقدم تكنيكال سبورت نقدر نقدمه بشكل افضل يعني ان شاء الله. ويا ريت تشيروا معانا تحت في الكومنتس ايه اللي انتوا بتتوقعوه مننا في الفيوتشر في الفيوتشر ريليز في الفيديوز. طيب الاوت لاين بتاعنا مكون من 6 ستيبس. اول واحده احنا هنكريت سكالا مافن بروجكت، دي اول خطوه هنعملها النهارده ان شاء الله. تمام. تاني خطوه عندنا هيكون في ان احنا هنضيف السكالا اناليس ستاتيك اناليسيس تولز زي مثلا الفايند باجز او الكود كفرج اس كفرج وهكذا. وبرضه في النقطة انت نفس الكلام ده بتلاقيه في ممكن مثلا موجود لسكالا ممكن تلاقيه في لغات تانية نفس الحاجات بالظبط. مثلا في الجافا هتلاقي الكود كفر اسمها جاكوكو، الفايند باجز موجودة في الجافا والسكالا وهكذا. تمام. برضه من الحاجات اللي نعملها احنا هنضيف المافن سايت ريبورتنج عشان نقدر نريبورت البروجكت سواء الجافا دوك سكالا دوكس او الكفرج اناليسيس. كل الحاجات دي هنعملها كونفيجريشن في البروجكت. تمام. هنحاول نكتشف مع بعض ايه البويلر بليت كود اللي عندنا في البوم فايل، وهنحاول نإليمينيت البويلر بليت كود بتكنيك هنتعلمه في الحلقات. الحته دي مهمه جدا للناس اللي متابعه معانا سلسله البيج داتا او اي شغل تاني، لان احنا هندبند على الحته دي في الديمو بتاعنا وفي السلسله بتاعتنا احنا شغالين فيها، فعايزين نركز في الحته دي كويس. طيب حاجه كمان احنا هنتكلم على مافن ريليز استراتيجي، هنشرح ايه هي ريليز استراتيجي وازاي ممكن نطبقها من ضمن الخطوات اللي هنعملها ان شاء الله. تمام. اخر حاجة هنعمل سيمبل بايبلاين بالجيت هاب اكشنز عشان نبدأ نوريكو ازاي نقدر نعمل سيمبل سي اي سي دي كونتينوس انتجريشن وكونتينوس ديليفري. طيب نبدأ الخطوات. احنا اول خطوة عندنا هي ايه؟ هي كرييت السكالا مافن بروجكت. طب ايه اول خطوة في السكالا مافن بروجكت؟ هي كرييت البروجكت سكيلتون. طيب انا عندي انتليجي. طيب هنبدا دلوقتي نكريت المافن بروجكت. انا هستخدم انتليجي، احنا ممكن نستخدم اي تول تانية. احنا كلنا هنعمله احنا هنستخدم مافن بس ماشي. وهنستخدم سكالا بلوجن جوه الانتليجي عشان بس الكود الاوتو كومبليت. طيب هسمي البروجكت سكالا ساند بوكس. اوكي واقول له فينيش. اوكي هو هياخد كام ثانيه كده بس هو مكاتب بروجكت. لو عاوزين تستخدموا اي تول ان شاء الله نوت باد ينفع، لان احنا في الاول او في الاخر هنران كل حاجه من التيرمينال. تمام صح. حتى السكالا بلجن المستطبع على انتل جي هي بس ملهاش هدف، مش هنستخدم منها اي فيتشر الا الاوتو كومبليت بس، مش هنران بيها اي حاجه. طيب احنا هنا المفروض بروجكت بيكريت هو لسه بيلود، وده البوم فايل بتاعنا الانيشال بوم فايل. طيب هنروح على السورس. تعال نشوف الخطوه الثانيه. طيب هنروح على الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي ايه؟ اتسامبل سكالا كلاس. طيب هنروح هنا هنبدا نرينيم الجافا نسميه سكالا، ولسه البروجكت بيلود. هي اول لود بيبطئ شويه بس هو خلاص هي اندكس المفروض. اوكي هخلي سكالا والله فاكتور خلاص، عايز اكتر من كده. بعد كده فود باكج ونسمي كلاس مثلا من ولا حاجه. طيب ثانيه واحده باكج هنا وهنقول له مثلا كري باكج كوم دوت جابيليتي دوت سكالا. طيب وهنعمل انيشال كلاس، واحنا لسه طبعا نشأ كلاس هنسميه مين وان هو اوبجكت. اوكي طيب احنا هنعمل ايه جوه الفانكشن جوه الكلاس ده؟ ممكن نحط سيمبل فانكشن. تمام نسميها مثلا نعمل وورد كاونت مثلا. اوكي طيب تعالى نعمل وورد كاونت فانكشن. ديف وورد كاونت هتاخد string مثلا string وترجع لنا number of words. وخلينا نقول طيب السترينج ده هي ماتش السترينج ده هي ماتش اكتر من كيس. طيب ايه الكيس الاولى؟ ان هو عندنا مثلا امتي مثلا. طيب هنقول بقى اف، هنقول هنا is امتي. هنكريت فانكشن اسمها is امتي صح؟ صح؟ هنكريت فانكشن اسمها is امتي بس احنا
is empty لو هي is empty هنعمل ايه؟ return zero. هنقول بس if is empty of the string نفسه. اوكي طيب هنا sorry if is empty من ال string من ال empty sorry من اللي هو ال variable ده ماشي هترجع لي zero. كيس okay. صح؟ كيس else او str اي حاجة تانية str خلي else حتى هتروح مرجع ايه بقى؟ او خليها str عشان نديها variable هنحتاج variable جوه بعد ما underscore الناس هتتصرف فيه نسبلت str.split وهي بتاخد regex اوكي فنديلها ال w plus مثلا ونقول dot size او dot length ايهما تمام دوت لينس از ماشي طيب تعال نكريت الورد از امتي سوري از امتي تاخد سترينج تاخد اس تي سترينج وبتتشيك على لو السترينج يساوي نل ان السترينج اس تي ار ايكوال ايكوال نل او از امتي صح او تريم از امتي اوكي صح اس تي ار دوت تريم دوت از امتي او از ماشي اوكي حلو طيب تمام جدا انت محتاج حاجه أوكي. محتاجين ممكن هنا هو نعمل حاجه احنا عشان نقدر نستخدم السكالا اوبجكتس وكلاسز احنا محتاجين نضيف السكالا ديبندنسيز ودي الخطوه اللي جايه عندنا في البروجكت فهنروح على المافن تعال نروح على المافن ريبوزيتوري عشان نشوف الناس بندور على الموضوع ده ازاي طيب هنروح. احنا هنروح على المافن ريبوزيتوري هنا وهنسيرش على السكالا كومبايلر ديبندنس اورج دوت سكالا داش لينج اوكي org.scala.lang dash lang اوكي وبعدين هنفتح ال scala lang scala library هنا وهناخد 2.11.12 اوكي 12 ولا 8 خلينا ناخد 12 مش تفرق هما تنزل بعض ان شاء الله يعني ان شاء الله ما تفرقش معانا في اي حاجة طيب نروح عاملين ديبندنسي هو طبعا في عندنا حاجتين في عندنا حاجه اسمها ديبندنسي في حاجه اسمها ديبندنسي مانجمنت احنا دلوقتي بنستخدم ديبندنسي وليتر اون هنقول الفرق بينهم وهنستخدم دي امتى ودي امتى طيب فاحنا هنقول ديبندنسيز ونحط جواها الديبندنسي زي ما هي كده عايزين برضه نضيف بروبرتيز عشان نحط الفيرجن تبقى كونفيجرد صح فهنقول هنا اوكي حط هنا الفكره من ان احنا ناخد البروبرتيز بتاعه الفيرجنز ان احنا نقدر نوفررايد البروبرتي في مكان واحد فهي اوفررايد في كل التشينجز اللي تحت دي حاجه او احنا نوفررايد من الـ من الكوماند لاين في كونفنشن كده احنا بنتبعه بس هو مش لازم انت تتبعه انت ممكن تستخدم اي حاجه ان احنا بناخد الارتفاكت اي دي داش فيرجن انت ممكن تخليها دوتس مثلا سكالا دوت لايبرري دوت فيرجن فهي مش فارقه معاك المهم توحد الكونفنشن انت والتيم بتاعك انا هنا هعمل حاجه ان انا هحط الفيرجن في تاج والسب فيرجن في تاج عشان ليتر اون هنحتاج نباصي الفيرجن نفسها لللايبرز اوكي طيب احنا هنا هنروح حاطين التاج بتاعنا سوري الفيرجن نفسها وبعد كده دوت سب فيرجن اوكي هنحطين فيرجن بعد كده هنا هنقول الدوت دولار السب فيرجن بتاعتنا ماشي بعد كده المفروض نعمل ايه؟ نروح طيب نروح للترمينال دلوقتي نعمل ران ونشوف ايه اللي هيظهر ونبدا نحلل الستيت اللي هنلاقيها في الترمينال هنروح عند سكالا سكالا ساند بوكس اوكي لو عملنا مافن فيريفاي احنا هنا مفيش اي حاجه غير السورس وبتاع ام في ان فيريفاي المفروض الفيريفاي هيران 6 جولز الجول الاول هي ريسورس الجول الثاني كومبايل الجول الثالث تيست ريسورس تيست كومبايل تيست وبعدين جار لو تلاحظوا هنا هو ما شافش اي ريسورسز خالص في الكومبايل وفي التيست كومبايل ده معناه ان هو مش لاقي اي ريسورس وده منطقي لان المافن باي ديفولت مش بيدور على السكالا انفورميشن هو بيدور على
الجافا انفورميشن او كلاوسز، واحنا عشان ما بنستخدمش الجافا فهو ما لقاش ولا ريسورسز ولا تيست ريسورسز. تمام، يبقى احنا دلوقتي لازم نعمل فبالتالي عايزين نشوف البلجن بالظبط. طيب في بلجن عشان تخلي المافن، تقولي مافن ان ده ان يقرا السكالا كلاسز. سكالا داش مافن داش بلجن، سكالا داش مافن داش بلجن. اوكي، المافن قايم على سيت اوف بلجنز. البلجن دي هي اللي بتعمل الاكسكيوشن. لو احنا بصينا، خلينا نرجع للترمينال تاني اوريهم الفكره دي. ان مثلا في المافن كومبايلر بلجن بتاعت الجافا، هي ما هي الا بلجن وظيفتها ايه؟ ان ترن الجول كومبايل عشان، او هي بايندت، هي مربوطه بالكومبايل جول عشان تكومبايل الجافا كلاسز. كل اللي احنا هنعمله هنضيف السكالا السكالا مافن بلجن في الكومبايل فيز عشان تكسكيوت السكالا كومبايل. تمام، فاحنا دلوقتي هنروح هنا ناخد الكود ده كوبي بيست كده ونعمل هنا بلجنز. ماشي، بلجنز لا بيلد الاول، نحط البيلد صح، وبعد كده جوه البيلد نحط البلجنز. وجوه طبعا في بلجنز وبلجنز مانجمنت، هنقول برضه ليتر اون نختار عن واحده فيهم. خلاص دي حاجه عرفناها، نحط جوه البلجن الكلام ده ونشيل منها الديبندنسي. ماشي، وبعد كده هنكونفيجر برضو الفيرجن فوق، نخليها اوتوماتيك تتاخد. وهنا عشان يبقى عندنا بلجنز كتيره، تعالوا نحط ايه زي كومنت كده، ده ايه مافن سكالا بلجن. ماشي، نعملها كده هنا ونطلع فوق. هاخد كده ايه، طيب قبل ما انت تضيفها في الـ في الـ في البروبرتيز هزود حاجه. اوكي، زي ما قلنا ان لازم البلجن تكون بايندد على جول في الاكسكيوشن، فاحنا لازم نقرر البلجن ديت المفروض تبقى بايندد على انهو جول. بما اننا عاوزين نرن السكالا كومبايل مع الجول بتاع الكومبايل عشان يكومبايل السكالا مع في الكومبايليشن جول، هنعمل دلوقتي كونفيجريشن للبلجن ونعمل الخطوه بتاعت البايندنج دي. طيب احنا المفروض دلوقتي نكونفيجر البتاع ده اهيت، نقول له اكسكيوشنز جوه الاكسكيوشنز، نقول اكسكيوشن جوه الاكسكيوشن هنلاقي الجولز، جوه الجولز نختار جول ونقول له كومبايل بالظبط. منطقي. طيب اوكي، بعدين نرجع للترمينال. ايوه، الترمينال الجميل بتاعنا، ونطلع تاني كلير ونقول له مافن فيريفاي. يبقى احنا كده بدل ما كان عندنا 6 جولز، المفروض دي في جول جديد يزيد وهو السكالا مافن بلجن، وهو دلوقتي شغال قدامنا. بس اوكي، هو كده هيلاقي السكالا مافن بلجن اللي هي الاوبشن الجديد اللي هنا في الكومبايل. المفروض ان هو دلوقتي لو انتوا المفروض اللابيه مش موجوده، هي داونلود. وهو ما لقاهاش فعلا، هو بيداونلود بيداونلود ديبندنسيز بتاعت البلجن. تمام، دلوقتي هو لقى وان سكالا سورس وعمل له كومبايل ووداه في التارجت. يبقى احنا كده البلجن اشتغلت as expected وقدرنا نعمل كومبايليشن للسكالا كلاس وننقلها ينقلها للتارجت بعد الكومبايليشن. طيب، فيها نقطة احنا برضو ملاحظين هنا، ان احنا عندنا اوكي ممكن نشوف النكست ستيب في البرزنتيشن عشان بدل ما نبص ستيبس نمشي على البرزنتيشن ستراكشر. احنا خلصنا كونفيجر مافن تو كومبايل سكالا سورسز اد سامبل سكالا تيست، تعال نضيف التيست. اوكي طيب، انا عشان اضيف السكالا تيست هعمل تحت التيست فولدر، هعمل نفس الباكج باود نيمينج، انا هعمل هنا سكالا، وبعد كده تحت السكالا هنا راح مكاري باكج. اوكي، واسميها كوم دوت جابيليتي دوت سكالا، جابيليتي ده الويب سايت بتاعنا عشان هتلاقوا عليه الماتيريالز دي كلها. وبعدين هعمل سكالا كلاس هسميه مين تيست. ماشي، ومفروض ان انا عشان اكتب سكالا تيست انا محتاج فان سيوت.
الفان سيوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن التيست سيوت سكالا بتاعنا تيست. اللي احنا بنستخدمه في السكالا. فعشان نستخدمه لازم نجيب الديبندنسي دي الاول نضيفها في المافن. فتعال نسيرش عليها اورج دوت سكالا تيست. اوكي اورج دوت سكالا تيست وهنروح واخدين سكالا تيست. سكالا تيست دي هنروح 3.1.1 و 3.1.1 راحت فين؟ ده كله سناب سناب. ايوه هاخد 2.11 فيرجن منها. هنمسك سكالا 2.11 لازم تاخد طبعا ال corresponding scala version. اوكي ونرجع للبوم فايل بتاعنا ونروح رايحين في الديبندنسي نحط السكالا تيست. تمام اوكي احنا بس هنكونفجر حاجه واحده حاجتين بساط. اول حاجه هنا ان انا هروح عامل هنا دي هروح مبصيها له السكالا سكالا فيرجن بتاعتنا سكالا بير فيرجن. اوكي وهنا هروح واخد دي وهروح اقيله هنا سكالا تيست فيرجن واطلع فوق احطها في الديبندنسي سكالا تيست فيرجن 3.1.1. اوكي طيب نرجع هنا بقى نقول له امبورت. تعال ريفرش المافن من الاي دي اي عشان الاي دي بيكايش. اوكي فكره كويسه جدا هو فعلا بيكايش. احنا عشان اوتو كومبليت مش عشان اي حاجه. اوكي امبورت السكالا تيست الاورج اورج امبورت اورج دوت سكالا تيست اورج دوت سكالا دوت سكالا تيست هنا ونقول هنا نيكستنت الفان سيوت. ايوه طيب بعد كده هنا هنعمل فانكشن تيست ونسميها يونت تيست صغيره كده هنتست فيها الكود اللي كتبناه. الفانكشن هنسميها ايه تيست مثلا الورد كاونت ويز انبوت سترينج انبوت string ونقول له equal هنروح قايل له مثلا main sorry assert sorry assert انا assert ايه بقى؟ انا assert ان المين دوت الورد كاونت ماشي وهندي لها التست كده انا مثلا اسمها ايه scala sandbox test مثلا المفروض احنا هنكسبكت ان هي equal ايه؟ equal to two. مثلا حلو تمام طيب تعالى نعمل تيست تاني كمان. اوكي ثانية واحدة main assert احنا هنا مدين له كل حاجة مظبوطة فيها في تايبو سيبه دلوقتي خلينا نكتشف في طيب. الكومبيليشن ماشي بعد كده هنقول له تيست ونقول له تيست هنتيست ايه بقى المرة دي؟ هنتيست ال input مثلا اوكي تيست word count with null input. اوكي null input و هنقول له assert ال a ان مثلا main dot word count of null food equal zero. دلوقتي احنا متوقعين ايه لما هنروح نرن ال تعال نطلع التيرمينال نطلع التيرمينال. اوكي نرجع على التيرمينال بتاعنا هنا اهوت ونعمل هنا احنا مافن فيريفاي. احنا دلوقتي في حاجه اكسبكتد هقول لكم عليها. احنا عملنا غلطه متعمدين عشان نحاول نفكر ازاي نبيلد اب البروجكت بتاعنا. ايه الغلطه اللي احنا عملناها متعمدين؟ ان في الكومبايل فيز السكالا مافن بلجن عملناها تكومبايل السورسز بس ما عملناهاش تكومبايل التست ريسورسز فبالتالي مفيش حاجه هتحصل. هيقول لي بيلد سكسس بس ما عنديش اي حاجه حصلت في الكومبايليشن. فلازم اعمل ايه؟ لازم ارجع للمافن لازم ارجع للخطوه بتاعه السكالا مافن بلجن واقول له كومبايل وتست كومبايل جولز عشان ينقل السكالا كلاسز من السورسز ومن التست سورسز للتارجت. تعال دلوقتي نعمل مافن فيريفاي ونشوف ايه اللي هيحصل.
تمام، هنا كومبايل اهو. بعد يبقى احنا في جول جديد تيست كومبايل تيست كومبايل بالظبط. اهو تيست كومبايل، لا ده لا سكيل لسه سورسز، هو ده دلوقتي السكا تيست كومبايل. وادانا ايرور عشان احنا كان عندنا تايبو. تمام، هو تمام، بيقول تيست وبيقول لنا انك اون انت بالظبط. فالفكره ايه، احنا ما اعتمدناش هنا، انا تعمدت ان احنا ما نعتمدش هنا على الاي دي اي ونعتمد على المافن واحنا بنكومبايل، حتى لو في تايبو، عشان انت لو استخدمت نوت باد هتقدر تكتشف الموضوع. تعال نشوف بقى المشكله كانت ايه. طيب احنا هنا عاملين تمام، تيست احنا انت عندك قوس تيست صح مظبوط، شيل الايكوال بتاعت اللي قبل الايكوال دي غلط اوكي، بالظبط، هي دي غلطة. اوكي. طيب احنا كده تعالى نعمل مافن فيريفاي تاني ونتفرج سوا ايه اللي هيحصل. المفروض يكومبايل سكسسفولي. طيب عبال ما يكومبايل تعالى نشوف البرزنتيشن الخطوة الجاية. تمام، في البرزنتيشن الخطوة الجاية بتقول ايه؟ بتقول كونفيجر المافن تو ران سكا تيست، ده اللي عملناه. وبعد كده لا لا لسه، كونفيجر المافن تو ران سكالا تيست لا، احنا عملنا ان هو بنكومبايل يكومبايل سكا التيست. تيست. طيب لكن لو احنا بصينا دلوقتي هنلاقي ان الشور فاير بلجن بتران بس ما فيش تيست، وده منطقي ان الشور فايل دي بتست الجافا مش بتست السكالا، فاحنا عاوزين حاجه تقول ران الفان سيوت بتاعنا بتاع السكالا. طيب فهنحتاج ايه؟ هنروح للمافن، هنروح للمافن اوبزرفري ونجيب البلجن. طيب نقعد دلوقتي ندور على السكالا تيست مافن بلجن. ماشي، هنلاقيها هنا السكالا رابع واحده، رابع واحده، ايوه سكالا مافن بلجن. زي ما قلنا ان هي هدفها ان هي ترن السكالا تيست، لان الشوفاير بتاعت الجافا بتاعت المافن بترن الجافا مش بترن مش بترن السكالا. وطبعا حتة لو نضيف البلجن لازم نربطها على جول اكسكيوشن جول. فاحنا طب بالمنطق دلوقتي ده سكالا تيست مافن، هنربطها على ايه؟ هنربطها على طبعا التيست جول، عشان لما يجي اكسكيوت التست او التست اللي عندنا اكسكيوت التست بتاع السكالا بتاعنا. تمام، نقول له تيست هنا. طيب نحطها بس فوق كده في وطبعا التيست كول بيجي بعد التيست كومبايل. تمام، نعمل كده هنا، نعمل نسميها سكالا تيست مافن بلجن فيرجن. ماشي، هاخد هنا كده هنا اهوت. اوكي، نطلع فوق نحطها هنا اهوت في البروبرتيز فايل. طيب كده، طيب الخطوة دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنروح على التيرمينال بعد ما تحط الدوت. تمام، نطلع على التيرمينال ونعمل مافن فيريفاي ونشوف الجولز، الجول الجديد. اوكي سوري. اوكي طيب احنا اكسبكتد اللي يحصل ان المافن السكالا تيست مافن بلجن هتروح رن التيست بتاعتنا وتقول لنا عندنا التيست باس مش باس، عندها كام تيست بعد ما التيست كومبايل يعدي. المفروض نشوف لما ده يرن دلوقتي بيعمل كومبايل للسكالا للسكالا. تمام، وبعدين بيعمل كومبايل رن الجافا دي بقى بتاعتنا اهي. بس حلو، هو بيقول ان هو لقى فعلا لقى تيست تو تيست باست ومفيش اي حاجه فيلد الحمد لله. نرجع للبرزنتيشن نشوف احنا المفروض ايه الخطوه بعدها. افويد كومبايلنج جافا كلاس اند تيست كلاس. دلوقتي احنا المافن زي ما قلنا المافن ايه؟ عندنا المافن المافن بلجن بتكومبايل اصلا الجافا جافا كلاسز وهو بيكومبايلوا التيست كلاس. تمام؟ حاجه كمان الشوفاير برضه بترن بتحاول ترن جافا كلاسز اللي هي مش موجوده، فانا اعمل لها ايه؟ نعمل ديسيبل للخطوه دي عشان احنا مش محتاجينها. تمام؟ هنروح على مافن ريبوزيتوري صح؟ ونجيب الكومبايلر مافن كومبايلر بلجن. ثانية واحدة، مافن كومبايلر بلجن، وبعد كده هنجيب الشوفاير بلجن برضه. المافن كومبايلر بلجن وظيفتها ان احنا نكسكيوت حاجتين، نكسكيوت سوري نكسكلود حاجتين، نكسكلود السورسز والتست. نكسكلود كومبايلنج السورسز ونكسكلود كومبايلنج التست. تمام، هنروح حاطين بلجن جديدة. ماشي، جواها نروح حاطين اللي هو الديبندنسي، وبعد كده هنعمل لها في الكونفيجريشن. في الكونفيجريشن هنقول له لو تعال نشوف ايه اللي جوه الكونفيجريشن. حلو، لما نعمل كده اهوت
ايه اللي جوه الكونفيجريشن؟ عايزين نقول كلمه سكيب في سكيب مين وسكيب. طيب سكيب مين ماشي، نقول له ايه الاوبشن؟ هيقول لك ترو او فولس. طبعا ترو. تمام، نقول له ايه تاني؟ وسكيب. وسكيب سكيب مين عشان تسكيب الكومبايلنج السورسز والسكيب العاديه للتست سورسز. طيب نجيب الشورفاير بمره. طيب خلاص نجيب الشورفاير من المافن ريبوزيتوري. مافن شورفاير بلجن. مافن شورفاير بلجن اول واحده. تمام ممكن تاخد الليتست هنا. اوكي تعال ناخد الليتست. انا مش بحب الليتست. لا في دي في تشينجز. اوكي انا واحد بيقلق احيانا في البلجنز بالذات الليتست عشان كومباتيبلتي، بس الحته دي ان شاء الله مش هتعمل مشكله. بس خلينا نروح حاطين ده كده وهنا اهوت. ثانيه واحده هنا لازم نعملها كونفيجريشن. وتعالوا نشوف ايه اللي جوه الكونفيجريشن. باش يعني تعالوا نفتحها كده نشوف ايه اللي جوه. ايه قول ارو. ثانيه واحده. سكيب تيست. yes. اوكي نقول له ايوه سكيب تيست. ايه اللي جوه سكيب تيست؟ ايكوال تو. طيب حاجه بس هكون هعمل لها نكلين الفيرجنز نخليها فوق. المافن سيرفاير بلجن ماشي. المافن سيرفاير بلجن هنا داش فيرجن ماشي. ونفس الكلام هي ناخدها من تحت هنا نهاردين ده هي 3.0.0-m4. اوكي ماشي. طيب وعايزين كمان نكونفيجر ال كومبايلر بلجن. الكومبايلر بلجن بعده هي دي بتاخد وقت بس هنحاول ننجزها في اسرع وقت. اوكي احنا واخدين مافن كومبايلر بلجن ماشي. روح هنا 3.8.1 هنشتغل مرة هنا ماشي. هنحطها كده والداش فيرجن وفوق نطلع نحطها 3.1.3.8.1. اوكي داش فيرجن 3.8.1. طيب احنا كده مفروض لما نكمبايل تاني مافن فيريفاي. طيب احنا قبل ما نران انا دلوقتي عايزكم كده قبل ما نران تحاولوا تتخيلوا احنا لو قلنا ان احنا هنعمل ايه؟ هنسكيب ايه؟ هنسكيب الكومبايليشن بتاع الجافا والكومبايليشن سورسز وتيست جافا تيست والشوفاي ما يكسكيوتش جافا تيست اللي هي مش موجوده اصلا. تعالوا نشوف اللي بيحصل هنا. اول حاجه ايه؟ المافن كومبايلر اللي هي الفيس بتاعت كومبايل ما قال لك ايه؟ نوت كومبايلنج. احنا قلنا له خلاص سكيب دي. طيب نيجي عند المافن كومبايلر في التست كومبايل قال لك برضه ايه؟ نوت كومبايلنج تيست سورسز. حلو؟ والشورفاير قال لك ايه؟ التست سكيب. كده واضح جدا الدنيا كلها باست البيلد باست مفيش اي حاجه بتران مش محتاجينها. دلوقتي احنا نرجع البرزنتيشن نشوف الخطوه بعد كده ايه. احنا كده خلصنا خلصنا الموديول ده اهو. احنا كده خلصنا الموديول ده اللي هو ايه؟ تعال نسمرايز. طيب احنا كريتنا البروجكت سكيلتون فاضي ضفنا سامبل سكالا كلاس خلينا المافن يكومبايل الجافا كلاس دهوت سوري ناسف السكالا كلاس دهوت مع الكومبايل فيز اول وبعد كده عملنا ضفنا سكالا تيست وخلينا الكومبايليشن بتاع السكالا تيست يحصل مع التيست كومبايل جول وعملنا اكسكلود للكومبايليشن بتاعت السورسز والتست سورسز بتاعت الجافا وكمان نسكيب التست عن طريق الشور فاير بلجن. طيب الحاجه اللي عايز نقولها برضه في نهايه الموديول دهوت هو انك دايما اكتب بص على الشيل يعني ران الشيل بص على اللوجز وابدا انلايز اللوجز. اللوجز هو بيفهم الدنيا ماشيه ازاي وحتى لو مشكله في البروجكت تقدر تجيبها من اللوجز. حاجه كمان احنا هنا ديبند كل الشغل بتاعنا مش على انتج زي ما قلنا هو للكود كومبليشن بس انت ممكن او الاوتو كومبليت يعني الكود بس انت ممكن تستخدم اي حاجه ثانيه حتى زي ما احمد قال نوب باي بلس بلس هتكون بتقضي الحته دي. ده كده نهايه الموديول ده. نشوفكم بخير والسلام عليكم. السلام عليكم.